السلام عليكم. من الأمور اللي أشكر رب العالمين عليها أنه أنا أسست قناة خواطر فكرية وأصبح لها تأثير إيجابي في هذا الوسط. قناة خواطر فكرية بعد قرابة 10 أشهر من تأسيسها حصدت ثمار التعب اللي قمت به، وأصبحت قناة لها جمهور خاص بها وقناة لها تأثير مثل ما ذكرت إيجابي في هذا الوسط. أشكر جميع من دعمني بهذه القناة، والشكر بالبداية أكيد لسيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء اللي هي كانت انطلاقة قناتي من خلال الفيلم ومن خلال الترويج لفيلم سيدة الجنة. هذا الشيء مستحيل أنه أنكره، ومستحيل يجي مقام أذكر بي قناتي وما أذكر الفضل لهذا الفيلم ولصاحبة هذا الفيلم. بهذا الصدد أشكر الحاج وعد اللامي لأن هو دائماً يشير إلى قناتي ودائماً يحث مشتركين إلى الاشتراك بقناتي. خلينا نسمع هذا المقطع القصير من الحاج وعد اللامي وهو يدعو مشتركين قناته إلى الاشتراك بقناة خواطر فكرية، وبعدها إن شاء الله نرجع بالتعقيب. أنتم احكموا أخواني، وهذا البث مستمر إن شاء الله وسيتطور أكثر. أشكر كل الذين شاركوا والذين يشاركون الآن مشاركة البث، جزاكم الله خير الجزاء. اشتركوا بدعم قنوات أحمد الإمامي، ميثم الموسوي، خواطر فكرية، نداء القلوب. مثل ما سمحتوا الحاج وعد اللامي يحث مشتركين إلى الاشتراك بقناتي، وهذه ليس المرة الأولى، فخلينا نسمع المرة الثانية اللي أشار بها الحاج وعد اللامي إلى قناتي، وإن شاء الله نرجع أيضا بالتعقيب. أرجوكم أخواني أن تشتركوا، هذه مؤسسة إعلامية، قناة ميثم الموسوي، أحمد الإمامي، خواطر فكرية، نداء القلوب ووجه الحقيقة. كما أدعوكم إلى الاشتراك أيضا وتوسيع البث، الله يبارك بكم، خاصة الأخوة يا أخواني في المواكب الحسينية، الله يبارك بكم، قناة ذو الفقار المغربي، هذه القناة أرجوكم انشروها، يعني معك صديقك، معك في المدرسة، قل له هذا البث، يشترك، يفعل الأخوة في الفيسبوك، الله يبارك بكم. هو الآن يعني هي الآن صورة إعلامية، ينبغي أن نتعاون جميعا، الله يبارك بكم، لإيصال الحقيقة، والحقيقة هم، سلام الله عليهم. شكرا إلى الحاج وعد اللامي بأنه يشير إلى قناتي بمجلس علم يضم السيد ميثم الموسوي والشيخ أحمد الإمامي، فهذا الفضل نهائيا ما أقدر أتجاوزه. حبيت أنه أطلع بمقطع فيديو أشكر الحاج وعد اللامي، وأشكر جميع من ساهم بانطلاق واستمرارية قناة خواطر فكرية. الشكر أكيد موصول إلى الأخ ذو الفقار المغربي، فهو أيضا كان من الداعمين إلى قناتي، والشكر موصول إلى أسد لبنان اللي كان من الأوائل اللي ساهموا بنشر قناة خواطر فكرية والإشارة إليها في قناته، شكرا جزيلا. وأيضا الشكر موصول بالتأكيد إلى مشتركين قناة خواطر فكرية، إلى من بدأ مع قناة خواطر فكرية، إلى من أصبح يثق بأن قناة خواطر فكرية لها مستقبل، شكرا جزيلا إلى كل من راهن على تقديمي وعلى أسلوبي، وراهن بأن يكون لقناة خواطر فكرية وإلى صاحب قناة خواطر فكرية نجاح في المستقبل. شكرا جزيلا للجميع، شكرا جزيلا إلى عقيل العراقي، شكرا جزيلا إلى الشيخ أحمد سلمان، جميع من ذكرتهم دعموني بتعليق على القناة أو برسالة على الواتساب أو إشارة بقنواتهم، فشكرا جزيلا. وأكيد الشكر إلى صاحبة الفضل بانطلاق قناتي سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.